طيب خلينا نشوف موسيماني ومحمد الشناوي قالوا ايه في المؤتمر الصحفي اللي كان امبارح قبل مباراه اليوم، لان التصريحات اكيد مهمه جدا، ونرجع مره ثانيه. يلا We back to the big stage again of the Champions League. Big game against Satif. A team that has eliminated Taraji. Taraji is a strong team, we all know that. And that shows the kind of opponents that we're going to play against. رجعنا تاني بطولة افريقيا وهنلعب ماتش كبير قدام فريق كبير زي ستيف وفاق ستيف، وفاق ستيف فريق كبير طلع فرقة كبيرة زي الترجي في الدور السابق، فبيبين قد ايه مدى قوة الخصم اللي هيلعب قدامه بكرة. And they didn't eliminate Taraji only in Algiers, they eliminated Taraji in Tunis. It's not an easy, we have to respect that. We back to the big stage again. Of the Champions League, big game against Satif, a team that has eliminated Taraji. Taraji is a strong team, we all know that. And that shows the kind of opponents that we're going to play against. رجعنا تاني بطولة افريقيا وهنلعب ماتش كبير قدام فريق كبير زي ستيف وفاق ستيف، وفاق ستيف فريق كبير طلع فرقة كبيرة زي الترجي في الدور السابق، فبيبين قد ايه مدى قوة الخصم اللي هيلعب قدامه بكرة. And they didn't eliminate Taraji only in Algiers, they eliminated Taraji in Tunis. It's not an easy, we have to respect that. اكيد طبعا الفتره اللي فاتت ديت طبعا الجمهور والاشراد اللي على في الدوري المحلي طبعا على اخر ثلاث ماتشات، بس احنا طبعا كلاعيبه موجوده، لاعيبه كبار بتقعد مع اللعيبه، يعني اتحطينا في المواقف دي قبل كده وبنتكلم مع اللعيبه اللي موجوده. بالنسبه لنا البطوله اللي احنا بنلعب فيها ديت بطوله افريقيا دي بالنسبه لنا بطوله كبيره، واحنا وصلنا دلوقتي النصف النهائي. اللعيبه احنا قعدنا معاهم وكلمنا معاهم، احنا بالنسبه لتاريخ نادي الاهلي كله بيبقى عارفين اهميه المباريات اللي في نصف النهائي بتبقى عامله ازاي. طبعا تصريحات مهمه في الحقيقه من موسيماني ومحمد الشناوي. موسيماني واضح جدا الاحترام الكبير من خلاله لفريق وفاق ستيف، واكيد لازم يكون بيحترم هذا الفريق ويكون ملم جدا بقدراته ونقاط القوه والضعف فيه، لان انت خلاص في مرحله ما فيهاش اي هزار، يعني دور نصف النهائي مهم قوي ان انت تتاهل وتوصل لنهائي هذه البطوله. محمد الشناوي كمان تطرقه لجزئيه الجمهور وان الجمهور زعلان بسبب النتائج الاخيره في الدوري، وهنا برضو المسؤوليه اللي بيشعر بيها الشناوي ككابتن وقائد بمعنى الكلمه للفرقه، واتكلم على ان احنا قعدنا مع بعض كتير وده امر مطلوب، يعني قعدوا مع بعض حديث كتير عن الفتره الجايه وازاي ان احنا نغير الصوره اللي احنا ظهرنا عليها خلال الماتشات القليله السابقه ونرجع الفرقه القويه بتاعت الاول اللي قدرت ان هي تجيب دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض وبطولات كتير جدا في الحقيقه بشكل مميز بنفس الجهاز ده بنفس اللعيبه دي، فان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا جدا فيهم.